الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إمام المربين. كان عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه في المواقف، وكانت تحدث أحداث في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت هذه الحوادث هي منطلق تربيته التي بقيت للأمة إلى آخر الزمان وستبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. من المواقف العجيبة أيام بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسجد في المدينة، كان الصحابة يرتجزون: والله لولا الله ما اهتدينا، ويقول بعضهم فارحم الأنصار والمهاجر، ويقول بعضهم كذا، فكانوا يرتجزون بالأشعار. فكان من الصحابة أحد الصحابة كان من المتأنقين، وكان يأنف من الغبار، وإن كان هو من كرام الصحابة. فسيدنا علي بن أبي طالب كأنه لما رآه وهو من قرابته أنشد بعض أبيات، فقال: لا يستوي من يعمر المساجد ويدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن الغبار ذائدا. فسيدنا عمار بن ياسر سمع سيدنا علي يرتجز بهذه الكلمات وبهذه الأبيات، فأخذ عمار يرتجز بهذه الأبيات، فسمع ذلك الصحابي كلام عمار، ظن أنه يشير إليه وأنه يعرض به، فجاء بعصا وجريدة من النخل وقال: يا عمار، من تقصد بهذا الكلام؟ والله لضربت فمك بهذه العصا لو سمعتك تكرر ذلك. فأخذ يشتد على عمار، فتقهقر عمار ورجع عنه. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا رسول الله، إن هؤلاء يريدون أن يقتلوني أو شيء مثل هذا. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: دعوا عمار، إن عمار كجلدة بين أنفي وبين عيني. والله ما هذه المنزلة العظيمة. قال: إن عمار جلدة بين عيني وبين أنفي، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى ما بين عينيه، فنال عمار بهذه البشارة. ثم رجع والنبي صلى الله عليه وسلم مغضب، فلما رأى سيدنا عمار غضب رسول الله والصحابة انكسروا، وهذا الصحابي مسكين يعني وجد في نفسه. قال عمار: لا تخافوا، سأرضيه كما أغضبته. فعاد عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمار: يا رسول الله، فرأيت ما يفعلوا بي أصحابك؟ قال: ما فعلوا بك؟ قال: يريد أن يقتلوني. قال: لا يا عمار، إنما تقتلك الفئة الباغية. ماذا فعلوا بك؟ قال: يحمل كل منهم حجرا حجرا، ويحملوني حجرين حجرين. سيدنا عمار كان قوي البنية، شديد البنية، فكان الصحابة إذا حملوا حجر يقولوا: عمار أنت قوي، شيل حجرين، فيحملونه حجرين. فضحك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي. وفي هذا دروس عجيبة جدا. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف ذلك الرجل بعينه الذي تكلم في عمار، بل إنه تكلم بكلام عام، قال لهم: دعوا عمار، ما لكم ولعمار، إن عمار كذا. فأخذ يعظهم جميعا، وما نوه ولا وجه العتاب إلى شخص بعينه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أثنى على عمار جبرا لخاطره وتعريفا بمنزلته. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما استرضاه عمار رضي وضحك، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أشار بأمور من الحقائق، فأخبر أن عمار تقتله الفئة الباغية، فصار عمار هو رمز وهو علامة من العلامات ونبوة من نبوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما قتل وهو في صفوف سيدنا علي بن أبي طالب، عرف الناس أن الذين كانوا يقاتلون علي أنهم هم الذين بغوا عليه، والعلامة بينة والحديث واضح، وكل الصحابة رأوا هذا وسمعوا هذا، لأنه كان في أيام بناء المسجد. فهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الموازين والمقاييس، ويجمع قلوب أصحابه، ويبين منازلهم عند بعضهم البعض. ف
فنعم المربي هو ونعم المؤدب هو، أدبه ربه فأدب الأمة، فنرجو أن نتأدب بآدابه، فأي أدب في العالم كآداب من أدبه رب هذا العالم. اللهم أدبنا بآداب حبيبك وخلقنا بأخلاقه يا أرحم الراحمين. قصص بها سير الحبيب، بذكرها القلب يطيب، بها عطات وعبر، جاء بها خير البشر، جاء إلينا.